صفحة جديدة تكتب في السنغال. أزيد من 7 ملايين سنغالي كانوا بالأمس على موعد مع اختيار ديمقراطي جديد، انتخاب رئيس البلاد يخلف ماكي سال ويكون 5 في عهد الجمهورية السنغالية المستقلة. 19 مرشحا من بينهم امرأة واحدة، لكن سباقا حصر أساسا بين مرشح الحزب الحاكم أمادو با ومرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي. وكالة الأنباء السنغالية الرسمية ووسائل الإعلام المحلية تنقل نتائج جزئية يتقدم فيها ديوماي فاي، والترقب سيد الموقف للنتائج النهائية الرسمية. آخر تطورات الساعات الأخيرة يرصدها من دكار مراسلنا إبراهيم الهريمة. تباينت ردود الفعل حقيقة بخصوص النتائج الأولية، سواء من المترشحين أو من عامة الشعب أو حتى من المراقبين. شهدنا أعداد من مناصري المرشح بشير ديوماي فاي خرجت مساء أمس معبرة عن سعادتها بفوزه أو تقدمه للأحراز بالمباراة الأولية للنتائج المؤقتة. العامل المشترك ما بين جميع المرشحين والمراقبين هو الإشادة بنزاهة هذه الانتخابات وظروف الجيدة التي سارت فيها. عموما نحن ما زلنا في انتظار التصريح النهائي، هكذا يوصف لأمادو با الذي اكتفى مساء أمس بتصريح مقتضب قال فيه أنه ينتظر النتائج، ووعد بأنه سيصرح يعقد مؤتمرا صحفيا زوال اليوم. عموما هذه هي أبرز ردود الفعل، عوضا عن طبعا تهنئتي عدد من المترشحين على ما لا يقل عن 11 مرشحا هنأوا بالفعل بشير ديوماي فاي على تقدمه في نتائج الأولية.